صباح الخير. صباح النور وجمال الطبيعة ما شاء الله. خلاص احنا بالتاكسي مشوار ساعتين من مدينة إنسبروك إلى مطار ميونخ. ماما صدق وبتها. ها تبغي تروح عند ماما؟ طيب يلا روحي. اوكي روح اختاري اكلك. اول مرة نجرب بزنس كلاس، هذه طيارة كبيرة شكلنا فوق. شوف هذا كله كرسي، هذا صغير. فين العصير؟ عايز. ايش رايك في البزنس؟ اول مرة؟ هذه طيارة مرة كبيرة ما شاء الله، دورين. No, lady did not say poo poo. شو كيف جالس مرة ضحك. سلام على الدلع، أطوف آيس كريم كمان. الحمد لله وصلنا دبي، الحين لازم نأخذ طيارة ثانية إلى جدة. الساعة 10:30 بالليل، إن شاء الله يناموا في الرحلة الجاية. أنس، إيمان ويوسف اكتب هنا. هاي. المطار مرة زحمة اليوم. والله اللاونج هذا مرة كبير. ترى الساعة 12:30 بالليل. لما تشوف الزحمة ما تتوقع إن هذا الوقت المتأخر. الحين الطيارة الحين. يوسف نايم. هتنامي صح؟ الطيارة؟ الحمد لله وصلنا الساعة 4:30 في الصباح. أنس لا تنام، ما أقدر أشيلك أنس، أنت كبير. إيمان يلا قومي قومي. بعدين صلاة الفجر. قوموا يلا، جات الشنط. صباح الخير. يبغوا وروا البدلة اليوم يا أبوي، يلا روح وريهم. هذا الكتاب كان هدية في طيران الإمارات للأطفال لما استخدموا هذه العدسة. شوف ايش يبان خريطة. ما شاء الله أكثر من 100 مليون مشاهدة في الشهر الأخير فقط، وتعدينا 900 مليون مشاهدة في القناة. فجأة دخل بغرفة زي كذا، أحسن شخصية عنده سبايدر مان. I'm engaged. Yeah. And I got a mask from him. Bye. اسمع أنس قاعد يغني في الغرفة. وصلنا صندوق جديد من شارك. أحس إنه من زمان ما فتحنا صندوق الشنطة من شركة The Box. أوكي. عندنا سبحة خشبية من الهند. سي سبحان الله. لا لا. سي الله أكبر. سي استغفر الله. واو عجيب، هذه مو بس قارورة مويه، هذه بخاخ كمان. جد مناسبة في الجو الحار. ابيها مويه من المغسلة. ما بتبلل. Mom carry me. Oh come here, I carry you. Oh خايف لا تبلل. I want you mama. ثبت الجوال للسيارة. شو؟ حلو حلو والله والله حلو مرة. بس مبسوط مرة. عندنا عود صغيرة، سوارة مصنوعة من الجلد. شوف أول ما شفتها حسيتها قرآن، لكن هذه سجادة. There's one more thing. بتبخ الكاميرا. ما شاء الله إمام بتدعي. ما شاء الله تبارك الله. اشكري ربك انه عندك افضل اب بالعالم. بابا. هذا رمضان عملنا هذه جداول، هذا جدول يوسف انس ايمان، كل يوم في انشطه لازم سواء، واحنا بنحاول نعطيهم جائزه. فمثلا النشاط الاول اجر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءه القران، واخر شيء شكر الله والدعاء. انت ايش سويتي كل شيء اليوم ما شاء الله؟ يا. هو ركب هذه. جلس بعيد. هذه فوانيس سووها الأطفال، طبعا أتوقع هذه إيمان سوتها صح؟ yeah.
هذا حقك؟ انا يوسف سوى هذا. يوسف هناك. شوف الديكورات هنا. ما شاء الله. اوه والله حارة. اوتش. لا تمسكها في شمعة جوا. قعدنا يومين فقط في جدة مسافرين الحين مرة ثانية. يمكن هذه اعلى صالة قد مرت فيها. بعد ما استخدمنا يا مسافر لاخر سفرتين هم تواصلوا معنا هذه المرة وقالوا نبغى نسافركم لمكان جميل بمناسبة شهر رمضان المبارك وبنفس الوقت نقدم هدايا لمتابعين عائلة مشيع. اوه حركات كونغ فو. هاي ما تقدر تسوي. وريني حركات كاراتيه يلا. او ماي جاد. ما قد شفت المطار فاضي زي كذا. اي ونت شوكولات. اي ونت شوكولات. ودي كود. ان كود. او نو. ويت وان. خلاص مبسوطين؟ ثانك يو. قابلت بعض الناس في المطار يبغوا يوجهوا اهداء خاص على اليوتيوب. يلا هذه منصتكم. فيصل مقلان محمد مقلان. الياس وحمودي وانس واحمد. يلا يعطيكم العافيه. طالع في الكاميرا شوف وجهك. او ماي جاد انت وحش مونستر. متحمس للسفر؟ ايوه اكيد. كل شخص ينزل تطبيق يا مسافر ويسجل فيه ويحط الكوبون اللي بس في الفيديو راح يجي له 20 دولار يقدر يستخدمه في الحجوزات المستقبليه في التطبيق. كلهم يطاروا في دبان في اثنين فوق بعض يقولوا. ايمان ما شاء الله عندها عضلات ورينا. اوه استني يوسف ايش قاعد تسوي انت؟ هي اوه زعلانين عشان ما في تلفزيون. الرحله هذه قصيره بس ساعه ونص. هذا كله لك بس؟ أنا تقول بالله يا أسألهم إذا يقدروا يعطونا تلفزيون. Do you have a TV? I'm drawing so small aircraft. You're gonna be having the TV here. Sliding one. Okay. رحلة ساعة ونص بس فما توقعنا وجبات تيجي. واجهة حلوة. فتحت هذا تقول فين الدجاج؟ الدجاج جوا جوا. الحمد لله وصلنا. يوسف ما زال نايم. احنا في مصر. قبل ما نترككم حبيت اوضح انه هذه المسابقة المقدمة من يا مسافر الجميع يربح فيها. كل واحد يدخل بالمسابقة راح يجي له 20 دولار غير انه يقدر يفوز اقامة في المنتجع اللي احنا جلسنا فيه له ولعائلته. اترككم مع تفاصيل المشاركة في المسابقة. تأكد انه عندك احدث نسخة لتطبيق يا مسافر وكمان يكون عندك حساب معهم بعدين يجيك هذا الزر تضغط عليه في خيار تفعيل الكوبون. دخل الكوبون هذا لازم الحروف كلها تكون بالكابيتال وتفعله بعدين يجيك رصيد 20 دولار. يا سلام. كمان تدخلوا في سحب ممكن تفوز اقامة في المنتجع اللي احنا جلسنا فيه.